مرحبا، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون اليوم الأربعاء 5 تموز يوليو؟ يوم القمر مرافقنا من برج الدلو كل النهار، أجواء حلوة للأبراج الهوائية. مواليد برج الدلو الجوزاء ومواليد برج الميزان. اليوم كمان نهار فيكون حلو وجيد لمواليد برج الحمل ومواليد برج القوس. كيف بده يكون نهارنا؟ البداية مع برج الحمل يلي نهاره جيد، هنالك بعض الاستمتاع بهذا اليوم، في شغل جيد، في نتائج حلوة، ما بتكونوا إلا راضيين لأنه الجو منه سلبي ومش ضدكم، بالعكس تماما، حتى في احتمال يكون في تفهم لإلكم ودعم لإلكم من جهة أو من شخص ما بتعرفوه أو منكم متوقعين إنه رح بيساعدكم. مواليد 13-14 نيسان أبريل فيها تكون الأكثر حظا. بنروح لبرج الثور يلي اليوم نهاره متعب بسبب كثرة الضغوط اللي عنده أو المتطلبات اللي عنده، يمكن مش كل الشغل، شغلة وحدة شغلتين هن يلي بيخلوا اليوم مولود برج الثور يكون شوي مش على بعضه، لكن انتبهوا اليوم نهار ليس سلبيا، هي مسؤولية عندكم، فحاولوا تعطوا الأفضل، بعدوا عن المشاكل كليا. مواليد 30 نيسان أبريل 1 أيار مايو فيها تكون الأكثر حظا. بالنسبة لبرج الجوزاء نهار كتير حلو، بعتبره من الأيام الأكثر حظا في هذا الشهر، من الأيام اللي بتفرح القلب، بتفرح الجو مطرح ما بتكونوا، بتحرك الأمور من كل قلبكم، أنتوا رح بتكونوا الأنشط الأنجح وطاقاتكم بتمتد لبعيد، يعني حتى الناس من حولكم فيها تحس بإيجابياتكم. هذا شيء بيقدر يخدم مصلحتكم اذا بدكم شيء، اذا حابين تتصلوا تحكوا مع صديقتكم مخنقين معه او مع اهلكم او مع اولادكم، تحاولوا شيء اليوم نهار جيد لذلك. بالنسبة لبرج السرطان يوم أحسن بكتير من اليومين اللي قطعوا، اليوم في مجال حتى مواليد برج السرطان يقدروا نوعا ما يتفهموا بعض الأمور، في نوع من مبادرة يمكن تكون شوي رسمية، يمكن تكون شوي تقيلة، يمكن تفكروا فيها لأنه لها أهميتها، فكروا فيها، ابحثوا في التفاصيل قبل ما تاخذوا أي قرار. نهار جيد لمواليد 29-30 حزيران يونيو، وكونوا حذرين 3-4-21-22 تموز يوليو. بنكمل مع برج الأسد، وهذا اليوم أنا بعتبره فلكيا من الأيام الأقل حظا، الأكثر تعبا، الأكثر ظلما فينا نقول لألكم، من قبل أشخاص، من قبل ناس، من قبل الحظ من حولكم، القمر معاكسكم، الشمس عم بتشد فيكم نزول، فهذا يوم كتير ضعيف ويوم فعلا عاطل لحتى تحطوا حالكم بجو فيه منافسة أو جو فيه صعوبة أو جو فيه مشاكل، كونوا جدا جدا حذرين، خاصة مواليد رح أذكر 18-22 آب أغسطس، كلكم كونوا حذرين. بنروح لبرج العذراء، يوم جيد لمواليد برج العذراء، يمكن مش بجودة اليومين اللي قطعوا لكن نهار حلو، الشمس من برج السرطان عم بتساعدكم، الأجواء جيدة، هنالك بعض الأمور يلي بتتفسر بطريقة حلوة، لكن من المستحسن إنه يلي الطاقة اللي أخذتوها في اليومين السابقين حاولوا إنه تنشروها بحالكم، تقووا حالكم، تخلصوا شغلكم، لأنه عطلة الأسبوع فيها تكون شوي متعبة، فما تضلكم تأجلوا. الأكثر تعبا هي 30-31 آب أغسطس 21-22 سبتمبر. الأكثر حظا فيها تكون 2-3 سبتمبر. بنروح لبرج الميزان، مواليد برج الميزان هذا انهار حلو، بفش الخلق، بيعطي طاقات حلوة، بيساعد مواليد برج الميزان لحتى يتمتعوا بأجواء من حولهم مسهلة، كان تقيل التنين والتلاتة وحتى التلاتة المساء، اليوم في انفراج ورح تلمسوا لمس اليد هذا الانفراج ورح تلاقوا حالكم انه الامور تبسمت لكم وتوضحت الامور وما رح تكونوا زعلانين بتاتا، بالعكس انطروا 8:30 المساء يوم التلاتة بعد المساء توقيت بيروت الصيفي بتشوفوا انه شوفوا شو اللي صار، تغيرت المعنويات وصارت الامور أفضل. إذا اليوم نهار مهم لمواليد برج الميزان، وحاولوا تستفيدوا من هذا اليوم يلي ما رح يتكرر هلأ حاليا، بالعكس رح بيكون في شوية ضغوط عندكم في عطلة الأسبوع، اسمعوا بشكون الأسبوعي.
بنروح لبرج العقرب، بعض القصص الشخصية اوكي بتزعجكم شوي عادي طبيعي، شو المشكلة؟ كل الناس عندها قصص عائلية وشخصية بدها تتحلحل، واليوم انتم قادرين تحلحلوا هذه الامور ولا يوجد ضغوط عليكم، بالعكس تماما. انا بعتبر اليوم مواليد برج العقرب مهضومين، عشرتهم حلوة، اخذوا طاقة كتير حلوة في اليومين الثلاثة اللي قطعوا، واليوم في مجال لحتى يكونوا مهتمين اكثر باظهار نوايا حسنة تجاه الناس اللي من حولهم، طبعا اللي بهمكم امرهم، يمكن يكون بالشغل يمكن يكون بالبيت. كونوا جدا حذرين 14-15 نوفمبر، هيدا اورانيوس احيانا بيسبب وجع راس. بنروح لبرج القوس، موالي برج القوس يوم حلو، القمر الموجود في برج الدلو بيشجع على التواصل مع كل الناس اللي بدكم تحكوا معهم حتى مع ذاتكم، نهار كتير حلو، نهار ايجابي، نهار مدعم لكم وما رح يخيب املكم بتاتا، من الايام الايجابيه اللي بتعطي مواليد برج القوس حقه، مع احتمال انه يكون في فرحه واحتمال يكون في خبر او يكون في نوع من حركه ونشاط أكثر مهني أو اجتماعي. مواليد 15-16 ديسمبر فيها تكون الأكثر حظا. بنكمل مع برج الجدي اللي بعتبر هذا اليوم ضروري انه تكون مواليد برج الجدي مهتمة أكثر بتفاصيل عائلية، بتفاصيل مالية، بتفاصيل مختلفة ومتنوعة. بعتبر مواليد برج الجدي أكثر همهم هلا انه يصلحوا الأمور ويحاولوا انه يظبطوا البادجت، الميزانية اللي عندهم إياها، يمكن بالسفر، يمكن أنتم هلا بسفر، يمكن بدكم تشتروا شيء، بدكم تبيعوا في شيء، في شيء عم تفاوضوها، عم تظبطوا حسابات مع أهلكم، مع أولادكم، جامعاتهم، مدارسهم، في شوية وجعة راس، لكن الجو ليس سلبيا، فقط انتبهوا للمصاريف. بنروح لبرج الدلو، مواليد برج الدلو مع وجود القمر ببرجكم هذا يوم جيد جدا، يفسح في المجال لتكونوا او لتكونوا صفحه جديده، هذه الصفحه الجديده على الارجح لها علاقه بشغله مهنيه، لانه هذا اليوم القمر ببرجكم يعلن بداية صفحة، والصفحة عنوانها أمور فيها تكون مهنية، شغلكم بعملكم رح يتغير، وفي احتمال كمان أمور صحية تهتموا فيها لتحسنوها، لا يوجد سلبيات عندكم. بنروح لبرج الحوت، مواليد برج الحوت اليوم نهار كتير بطيء، بيطلب من مواليد برج الحوت انه يتمتعوا بنهارهم مثل ما هو، take it as it is، live the moment، عيشوا اللحظة، الأجواء منا هالقد مثل ما انتم مفكرين ناشطه، بالعكس تماما، حاولوا انكم تاخذوا الامور بهدوء وبرواء وبعدوا عن المشاكل. الاجواء عند مواليد برج الحوت بتسمح لهم انه ياخذوا كل وقتهم، ما يستعجلوا، يهتموا بامور روتينيه فقط لا غير، معلش طولوا بالكم، انتم بحق لكم تغنجوا حالكم، دللوا حالكم وتنبسطوا، انتبهوا فقط من تاخير ومن مشاكل معقولة تصير، مش حاسبين الحساب، ما تنغشوا، كونوا حذرين، خاصة 26-27 شباط فبراير، 18-19 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم 5 تموز يوليو، بانتظاره سنة بعتبرها سنة حلوة، سنة ناشطة جدا جدا جدا، في تطلعات مختلفة متنوعة مهمة رئيسية بحياتكم، بتغير الظروف رأسا على عقب إذا أنتم بدكم. الأجواء جيدة جدا، رح بيكون في عندكم بهيدي السنة خطوة كتير مهمة رح بتكون مدعومة، انتو بتعرفوا عن شو عم بحكي، كل شخص عنده مشروع رح بيكون مدعوم. بتمنى للجميع يوم حلو، الى اللقاء، باي باي.